مساء الخير او صباح الخير على حسب توقيت اللي بيشوف معايا الفيديو دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا لسه ما زلنا مكملين جولاتنا في معرض تراثنا. احنا دلوقتي عند براند استاذ عبير. استاذ عبير هتكلمنا دلوقتي على الجاليري بتاعتها، وهتكلمنا على الاسعار، على الماتيريال، هي بتعمل ايه اصلا، وايه الجمال والتحفه اللي ورانا الفنيه دي. قطعه فنيه بجد والله، ما شاء الله تبارك الله. احنا دلوقتي يعني لينا الشرف ان احنا اكيد معاكي دلوقتي وبنصور معاكي، وان شاء الله باذن الله هتكلمنا هي بنفسها، مش انا اللي هتكلم، انا بس بدي المقدمه، ونشوف هي تعمل معانا ايه، وايه الاوفر اللي احنا كمان اخدناه منها، وان شاء الله باذن الله هي هتكون قد كلامها. وعايزه اقول لكم ان حاجتها الله اكبر، احنا بنصور وعايزه اقول لكم بتتجلى، فعايزين حاجه تلحق نصورها قبل ما تتجلى. ويلا بينا. ايه انا مصممه ديكورات منزليه، بشتغل في شغل هاند ميد، متخصصه قوي في التطبيقات، ومتميزه جدا بالستايل العربي، يعني اتعرفت بيه اكتر حاجه. بعمل بقى قطع انتيكس، يعني حاجات مثلا فرنتشر صغيره، حاجات تبقى مميزه ليها فكره، يعني هو ده اهم حاجه بالنسبه لي. كل الشغل هتلاقيه، كل طابلوه هيبقى ليه طابع خاص، واحنا الاسعار عندنا يعني بتبدا من اول طابلوهات من اول 300 اللي فيما فوق. ممكن نعمل جداريات كبيره قوي لغايه مترين في مترين، مفيش اي مشكله، ممكن نشتغل على الحيطه، ما عندناش اي مشكله. وطبعا اي حد هيجي من طرفه هيبقى ليه خصم، بس يبلغني ان هو من طرف قناه نور، من تبع قناه نور. ان شاء الله طبعا هيبقى ليه خصم، وهظبط لكم الدنيا كلها ان شاء الله. عرفينا طيب، يعني قطع كده مثلا زي دي مثلا، تبقى انا ببقى عاملاها كوفي كورنر، او دي كوفي كورنر صح؟ كوفي كورنر دي شيك شويه، تمام. يعني بفكره ان احنا ممكن تبقى اصلا كونسول في المدخل، ممكن تبقى قطع تحميليه في السفره، معها بقى ممكن رف، معها مرايه، معها شمعدانات، معها ده البوكس ده معايا، ده بوكس الشاي والقهوه يا فندم. بالظبط. فاحنا بعمل الركنه كامله، يعني انا بحب دايما كل ركنه بعملها كامله، تمام. مثلا طبلوهات بقى، الطبلوهات اللي انا متخصصه فيها دي 120 في 60، تمام. ممكن نغير الايه، ممكن نعمل اي سوء. يعني حضرتك ممكن عادي مفيش مشكله لو غيرت الديزاين او غيرت نغير الديزاين، نغير الجمله، نغير المقاس، نغير الالوان، مفيش اي مشكله. يعني ده عادي سهل، يعني انه يتغير. تمام. بصي بقى مثلا قطعه انتيك زي دي، ده كرسي مثلا، تمام. ممكن كتابات عربي عليه، ممكن معاه بقى السايد تيبلز بتاعتها، الشمعدانات، يعني احنا بنظبط بقى حسب الايه، تمام، الفكره اللي احنا بنعملها مع بعض. يعني كل التابلوهات دي طبعا شغل حضرتك صح كده؟ كل شغل هاند ميد 100% على خشب. على خشب، هاند ميد على خشب. هاند ميد على خشب، تمام. على خشب، وكل شغل هاند ميد. طيب احنا برضو عايزين نفهم اكتر من حضرتك حاجه زي كده، يعني اشرحي لنا برضو. ده برضو كورنر؟ كورنر انا عامله مثلا يعتبر سايد تيبل بس، تمام. منظم، يعني بحيث ان انت تحطي بقى عليه منظم للريموت، تحطي عده مناديل. ده بوكس ده مفروض، تمام. بختار الديزاين من الخشب الاول، واديه للورشه، انا ابدا الونه بقى بفكر مختلف. يعني ده ممكن مثلا يتحط في اوضه نوم، او يتحط مثلا فعلا ممكن تتحط في اوضه نوم. هي فكرته ان هو منظم، بس ايه مش كبير قوي، ما ياخدش مساحه كبيره، ملموم يعني خشب. بالظبط. تستغلي بقى حسب اللي انت عايزه. ودي برضو القطعه دي كلمينا عنها برضو. برضو زي كوفي كورنر، في ناس بتستخدمها مثلا وحده خارجيه جنب الحمام، تمام. انت تحطي فيها الفوط، تحطي فيها الحاجات دي، فبتبقى لطيفه قوي، وفيها رف ودرج، ودرج من تحت. ده الدرج بتاعها كده، ده الوسع بتاعه من جوه، احنا مستغلينه. ما انا خدت بالي. وده ايه يا فندم؟ طيب ده اللي هو بتاع الكافي كورنر، بتاع الكبسولز بتاعت الكافي كورنر. عشان برضه لما تيجي عامله كافي كورنر بتبقي حاطه الكبسولز في النص، يعني تمام. ده الدرج التاني اللي هو الاخير، ده المفروض ان هو ده الكبير بقى صح؟ تاخديه بقى كل اللي انت عايزاه. بصوا العرض بتاعه، ما شاء الله كبير قوي فعلا. ده ممكن يتحط في الحمام اصلا، يعني ده ممكن يتحط كمنظم فوط في الحمام صح كده؟ بتحطه على جنب، مش لازم يبقى كافي كورنر، يعني ممكن استغنى عن مثلا على اللوحه دي واستخدمه عندي. انا بحاول دايما كل حاجه تبقى متعدده الاستخدامات، يعني تمام. ممكن تستخدميها كده، ممكن تستخدميها حسب ما انت شايفاها رؤيتها ايه. فانا عشان كده بعملها كذا سيت اب، يعني مثلا هنا عامله ركنه ممكن تبقى كافي كورنر، ممكن اشيل خالص البوكس مثلا وتبقى مجرد مرايه بكونسول، تمام. فده حسب الفكره يعني. طب ده مش تبع حضرتك صح؟ تمام. هما دول بس القطع اللي تبع حضرتك، والمرايات. الساعه صح، والمرايات الجمال ده. نشوف بقى الساعه. كل الساعه دي ورق دهب، شغل ورق دهب. ده ورق دهب، ب50، نعمل مقاسات كبيره زي تمام. ودي عباره عن ايه مثلا؟ تكلمين عنها. ده منظم برضو، ده منظم برضو.
ده منظم بيبقى برضو بتعمل يعني تستخدميه بقى في اي حاجه على التسريحه ريموت في اي حاجه. تمام. والشموع دي بصراحه شكلها تحفه. بصوا بص شكل ده ديزاين الشموع ده المفروض ده ديكوري بس حلو جدا. ده كله طقم على بعض صح؟ لا لا هو بصي انا دايما زي بقول لك بعمل كورنر باقي على بعضه لكن كل حاجه ممكن تستخدميها في كذا مكان. طب المرايه بقى التحفه الجميله ده شغل حضرتك برضو صح كده؟ كل ده هاند ميد برضو شغل حضرتك. طيب الستاند المرايه بس لوحدها قطعه واحده ولا هي بيجي معاها؟ انا يعني عامله فكره ان هي لوحدها. اوكي ممكن هي معاها. تمام. يعني انتوا لو عايزين تاخدوها لوحدها ماشي، لو عايزين تاخدوها معاها القطعه بتاعتها اللي هي مثلا الحامل بتاعها ده اوكي برده ماشي. تمام فاهمين. وده الكورنر دي برده هنصورها بعد اذنك. برده ده كورنر برده الاستاذ عبير هي اللي عاملاه. ده بقى كافي كورنر. ده كافي كورنر برده معاه بقى الكرسي كمان بتاعه. بس الدنيا معلش بقى مبهدله. لا ولا يهمك ولا يهمك، احنا بس اهم حاجه اللي احنا بنتكلم على الماتيريال وعلى شكل الديزاين نفسه ده اهم حاجه. وده معاه الباسكت ده الباسكت الخشبي ده تحفه جدا برده حلو قوي حلو قوي. ده كورنر كامل متكامل يعني كرسي بال يعني الدرج بتاعه كمان باللوحات الخشبيه بتاعته حلو قوي. وده المفروض ايه ده يا استاذ عبير؟ ده التخبيز برده حضرتك حطي عليه مثلا الكاتل الحاجات اللي هي مكنه القهوه. حلوه جدا. وده بوكس المناديل حلو قوي برده من تحفه جدا حلو قوي. ودي معاها برضو كام قطعه اصلا شايفه ما شاء الله في كذا قطعه. انا بقول انا بعمل كذا فكره وكل واحد بيختار الايتيمز اللي هو حاببها يعني كل واحد مش لازم مش بالضروره يعني انا بعمل افكار وكل واحد بيختار الايتيمز اللي هو حاببها. والشمعدانات دي المفروض حضرتك برضو اللي عامله. الشمعدانات دي مكتوب عليها بركه يعني كده بتدي جواها بركه. فبرضو يعني لو حد عايز يعمل اسمه مثلا على حاجه زي كده حضرتك ممكن تعمليها عادي صح؟ بصوا في الترابيزات كمان هي عاملاها كده ما شاء الله حلوه جدا. هي اللي عامله الترابيزات دي المستويات الترابيزات دي حضرتك طبعا شغلك برده حلو جدا. والشمعدانات دي برده بالالوان بتاعتها مكتوب عليها كلها كلمه واحده كلها بركه دي سعاده دي سعاده. بس مش كلام مش باين قوي فبنحاول ان احنا دي سعاده. طب ودي ايه يا فندم؟ برده سعاده. انت الوحيده اللي تقدري تترجمي يعني انا مش عارفه اترجم. ده نجاح. تمام. ودي برده دي بركه ولا دي ايه؟ رحمه. دي رحمه ما شاء الله. طب حاولي تلولهم لنا يعني عارفه احنا مش بنعرف نترجم الكلام ده صعب قوي. ده لو دي لو حلو دي هلو. لا اصل عندي لف جالي حول من اللي انا شوف. بص البوكس ده كمان حلو جدا جدا. ده بوكس شوكليت مثلا ضيافه ولا بوكس ولا اكسسوارز على حسب الاستخدام برده على حسب ما كل واحد يوظفه ازاي صح كده. اللهم صل على سيدنا محمد الوحيده اللي عرفت اقراها الوحيده. اللهم بارك هذا البيت. ودي برضو يعني وانا فتحنا لك فتحا مبينا الحاجات الوحيده اللي عرفت اترجمها في المكان ده. بس عشان معموله بطريقه ان هي طريقه فنيه اكتر من ان هي يعني كلام واضح يعني. ايوه صح. لا بس بسم الله ما شاء الله. طب عايزين بقى اسم الجاليري على الفيسبوك على الفيسبوك انرجيكا وعلى الانستجرام عبير ماهر جاليري. على الانستجرام هو عبير ماهر جاليري وعلى الفيسبوك انرجي انرجي انرجيكا. طب اشمعنى كده؟ عشان كنا في بنعمل ورش كتير تعليميه حاجات فنون كتير قبل الكورونا الصراحه دلوقتي ما بقيناش قوي. فكانت حاجه يعني اكتر ان هي ورش بنعمل ورش كمان للمراقبين وكده يعني. عشان كده. طب احنا هناخد بقى اللقطه الاخيره معاكي عشان الذكرى في الفيديو. طيب استاذه عبير احنا كنا مبسوطين جدا ان احنا كنا مع حضرتك النهارده. شرفنا بيكي وشرفنا البراند بتاعك ان شاء الله عقبال المليون باذن الله. وعلى فكره اي حد هيجي ان شاء الله من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور او من طرف نور وهيبلغ استاذ عبير بالكلام ده احنا من طرف الفيديو ومن طرف نور هي هتعملوا سبيشال اوفرز يا جماعه صح ولا يا استاذ عبير؟ طبعا ان شاء الله. طب بالنسبه للشحن بقى عشان احنا دي الحاجه دي بيسالوا فيها جدا. لا حسب بقى يعني دي خلينا انا هظبط لهم الدنيا بس على حسب بقى صح؟ بالظبط. تمام. طب ولو في حد طالب ديزاين معين يبعتوا لك عادي وحضرتك تقدري تصمميه؟ بالظبط. دي سهله. سهله مفيش اي مشكله. تمام كده؟ تمام كده. شرفنا بيكي. انا اتشرفت بيكي. كل سنه وحضرتك طيبه وان شاء الله تشرفونا بقى وكلموها لان بجد حاجتها فعلا تحفه جدا وتستاهل وان شاء الله باذن الله تعجبكم ونشوفكم ان شاء الله مع براند تاني. باي باي.